السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو من الله أن يكون الجميع بخير. اليوم إن شاء الله غندير معكم واحد الطاجين. هاد الطاجين أنا يلاه شريته جديد، هذا غادي نجرب فيه اللحم الغنمي مع البصلة والزبيب أي العنب الجاف. عندي هنا المقادير، بصلة كبيرة هادي ها هي شلطتها هكذا هاد القطع مجنفة. عندي جوج فصوص الثوم، هنا كيلو ديال اللحم الغنمي، معدنوس وقزبر، عود القرفة، المعدنوس والقزبر، عود القرفة، الملح، الزنجبيل، الإبزار والكركم أي الخرقوم عود. أنا ما عنديش الزعفران، إذا كان الزعفران كيجي طبق زوين، الزعفران زغبة أي شعرة، وما عنديش قدامة ديال البنة إضافة الزعفران، ما بقيتش نديرها ما عنديش. المهم هنا وعندي طبعا الزيت المائدة، غادي ندوز هنا نطيب. وهذا الطاجين اللي قلت لكم هو باقي جديد، ها انتوما شفتوا كيدير، ها انتوما كبير وغارق. اول شيء غندير البصل، هي هذه البصله، بسم الله. المهم بصلة مزيانة باش ما تديروش المرق اي بلو الماء. هنا غنضيف تقريبا، حيت دابا هذا سميتو اللحم بالبرقوق والزبيب كيبين الزيت شوية. غادي نحك هاد فصوص الثوم هاد جوج، الفص الثاني بحال هاد البصله مع الثومه هكذا. غادي نضيف اللحم الان، نتوما بسم الله الحيمات زوينين هادو. وغادي نضيف التوابل من الفوق، هكذا التوابل هادو اللي قلت لكم، الملح، البزار، الزنجبيل، القزبر والمعدنوس والقرفة، ها هي نغلق عليهم حتى من بعد تايبه ديال تقلع، عاد نخلط كلشي. غندير هكذا ونخليهم يتقلاو مزيان. دابا غادي نشوف اللحم، هو تقلى البصله من التحت، ها انتوما غادي نقلب هذا الشيء مزيان ونسد عليه ما نبقاش نحل عليه. صافي نقلبو مزيان هكذا، فهمتوا، باش كلشي يدخل ليه الاقامه هاي التوابل. من بعد ما قليتو هكذا مزيان، اي قلبتو ماشي قليتو، باقي ما تقلاش مزيان، درتو في الاقامه هكذا مزيان، غنسد عليه وتكون النار مهيله، لان لما ديروا النار مهيله ما كتضيفوش الماء، البصله كتطلق الماء ديالها وكيطيب فيه. انتم غتشوفوا معايا بقاو، وهنا غير درت هذاك الطاجين درتو في الجهه الاخرى، وهنا الوقت اللي كيطيب فيه اللحم غادي نصوب البصله والزبيب. انتم عندي الزيت هذا هاد الكميه ما تكثروش، وغنضيف عليه بصله كبيره، ها انتم بغيتو تكثروا البصله كثروها. انتم بسم الله هنا حتى هي كذلك النار مهيله، ونخليها تطيح شويه، انتوما نغطيها ونخليها تطيح شويه، عاد غنضيف لها العنب الجاف. المهم نسيت ما قلت لكمش المقادير اللي غندير مع البصله، قلت لكم بصله كبيره. عندي هنا الزبيب اي العنب الجاف، عندي هذا الاسود وهذا الاخر الابيض او البرتقالي، كاين القرفة، الزنجبيل، بزار والسمن وشوية الملح.
هنا لما نزلت البصله شويه غنضيف الزبيب اي العنب الجاف وهذا هذا ونخليه حتى هو يطيب معاها مزيان. عاد من بعد ندير التوابل اللي وريتكم من بعد من قبل. ولا بد ما ديروا عليه شي غلاقه اخرى باش داك الماء يبقى تما ديال البصله. وها نتوما الطاجين ديالنا او الحماس او الحوير اللي كانوا كيديروه. هانتوما شفتوا البصله كيف تلقات الماء ديالها. انا ما ضفتش الماء ابدا، غنخليه يطيب مزيان ومره مره غادي تقلبوه هكا بالمرفق. مره مره حركوا حتى هذه المقله اي هاد غنضيف شويه الملحه السمن كيف فيكم الزنجبيل البزار وشويه القرفه. ما غنديرش هذه القرفه كامله هذه هانتوما. ونحرك هكذا باش تجانس العناصر كامله ونغلق عليها مره اخرى هانتوما حتى تنزل البصله كيف قلت لكم هانتوما. هنا غادي نضيف الزيت البلديه شويه الزيت البلديه هنا وغنضيف شويه الزيت البلديه في الطاجين هانتوما. هنا شويه وفي الطاجين شويه هانتوما. بارك الله البصله دارت اللون هانتوما ونحرك شويه هكذا ونسد عليه هانتوما. شفتو ما كيتلصق ما والو باقي باقي البصله ما طاحتش مزيان شوفوها. هاد المرحله هانتوما كيف كتشوفوا كيولا غنضيف فيه السكر قليل من السكر شفتو هانتوما السكر قليل ونحرك. باش يتعسل الا بغيتو السكر كثر اللي كياكل هاد البصله مع الزبيب حلوه بزاف زيد السكر كثر. عندكم العسل ديروا العسل هما. ومره مره نحرك هنا كيف كتشوفوا البصله ما بقاتش هانتوما بقاو غير خويطات. اذا صافي هنا في المرحله راه طابت البصله صافي طفيت عليها ونخليها حتى الوقت اللي نبغي ندريسي الطبق هذيك الساعه ندير. هانتوما شفتوا الدور شحال منهم. هذه غير بصله كبيره واللحم راه كان مغسول هذيك الساعه ومسقطر شويه. هانتوما ما تضيفوا حتى نقطه ديال الماء. من بعد ما طاب اللحم انا غادي نحط دابا في الطبسيل التقديم. هما دول الحيمات غير بالليل كيبان هذا اللون، اما كان بنهار على حساب الاضاءه. غادي نكمل هكذا اللحم كله وغادي نحط عليه هكذا الدغميره. ها هي فينا هي شفتوا البليله غير قليله وندير من فوقه البصله والعنب الجاف. غنزينو باللوز مقلي. المهم راه الكل كيعرف كيفاش كيدير هاد اللوز. كتسلقوه في الاول تقشروا ليه القشره ديالو تحيدوها وتقلوه في الزيت هكذا. انا درت غير اللوز فقط. نتوما الا بغيتو ديروا فواكه جافه اخرى اولا القرقاع. ومن بعد خديت البيض سلقته وقطعته على جوج هكذا وزينت به. المهم الطبق هو هذا. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه
وبالصحة والراحة، دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو قادم. مع السلامة.